الآن بغيت نقول كلمة ونكرم أستاذي الأستاذ فيصل العرش الإدريسي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وجدة. بغيت نقول كلمة حقوق. هو كان فاتح الباب المجتمع المدني، وهو أول واحد اللي يكون خلية العنف بالمحكمة الابتدائية في فاس. تحية له. نمشيت يا أستاذ لنا جوج دفاعات، والله العظيم لنا جوج دفاعات. سيد الوكيل العام تفضل معايا، سي فيصل الإدريسي تفضل معايا. غنعذبك هاد النهار، ولكن صبر مع العيالات هاد النهار الله يجازيك بالخير. أستاذة رشيدة، وأقول أنها مفخرة نساء مدينة فاس، الأستاذة رشيدة الحليمي رئيسة المحكمة التجارية، وهي فاعلة مدنية بكل صراحة. ساعدت الجمعيات بزاف، وحنا اشتغلنا معها مدة طويلة مني كانت في مدينة صفرو. تفضلي أستاذة رشيدة معنا. سيد الوكيل العام تنحبوك بزاف، تفضل معنا. ليلى بن نيس تتصاحب بنا المنصة، مرحبا. الوكيل العام باش يقول كلمة للأستاذة، لأن خاصنا نقولوا حقها كثير. شكرا سيد الوكيل العام. شكرا. فعلا الأستاذة غالية التاريخ، اشتغلت معنا بجانب مدينة فاس، ودائما تسعى لفعل الخير وتسعى لتفعيل الجمعيات الخيرية، ولا سيما ان دائما حاضره في جميع الحفلات التي في فاس او بخارج مدينه فاس، وانها تاتي ان في اي جمعيه في وجده والرباط. واشكر السيده خديجه طبعا والاستاذه ليلى بنيس على جهودهم الكبيره. ولقد فعلا عندما كنت بمدينة فاس كنا دائما بتواصل لفعل الخير، لفعل الخير، وانها كانت كنا نزور المؤسسات السجنيه ودائما تدافع عن النساء وتصفق عليهم. وكذلك استاذه بنيت صغيره كذلك، استاذه
في النهار دائما بجانبكم وبجانب النساء. فعلا النساء كما قالت احداهن هي هن امهاتنا، نساؤنا بناتنا، يجب دائما ان ندافع عنهن في اي مرحله لانهن يستحقن هذه العنايه. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحب وكلي كل يسعد حقيقة سعادة تمرني والكلمات تخرني وأنا حاضرة في هذا الحفل البهيج الذي تنظمه جمعية قافلة نور الصدقة برئاسة الأستاذة العزيزة خديجة الحجوري، اللي حقيقة أنها مفخرة مدينة فاس إلى جانب عدة رئيسات لجمعيات المجتمع المدني. فصدى جمعية قافلة النور ما بقاش مقتصر على مدينة فاس، إنما اخترقوا إلى العالمية، إذ أصبحت عندها شراكات مع دول متعددة. وفي هذا اليوم السعيد جميل أن نحتفل بأنفسنا كنساء، ولكن الأجمل أن يكون إلى جانبنا رجال، رجال هذه الدولة العتيدة. نشكرهم جزيل الشكر على مشاركتهم لنا هذا الحفل البهيج، وأقول لجميع النساء عيدكن سعيد. وكل عام وأنتن بألف خير. وأنا دائما أكون سعيدة حينما أتواجد مع هذه الوجوه الكريمة. وشكرا لكم وشكرا للأستاذة خديجة الجبي على هذا التكريم لو الحفل الرائع اللي كنتي. تبارك الله عليك وعلى هذا الشباب وعلى هذا الناس كلهم. شكرا شكرا لك.